إذن للوقوف أكثر على أزمة الكهرباء المزمنة في العراق وأسبابها، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء المهندس سحبان فيصل محجوب. أستاذ سحبان مرحبا بكم. يعني مشكلة الكهرباء المزمنة والمستعصية في العراق، هل تعتقد أنها مشكلة سياسية أم تقنية بحتة أستاذ سحبان؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذا أمر محزن. نعم. أنه بعد دخول الكهرباء إلى العراق قبل ما يقارب 100 عام نناقش الآن مشكلة الكهرباء. نعم. مشكلة الكهرباء في العراق متشعبة، والجوانب الخاصة بإصلاحها تتطلب الوقوف على عدة أمور. نعم. من الأمور المهمة هي موضوع التخطيط. أي خدمات أو أي مشروع أو أي منتج صناعي بدون تخطيط سليم وواضح يكون بدون نتائج. يضاف إلى التخطيط هناك إرادة وطنية نزيهة مستقلة تفرض على الإدارات منهاج عمل لانتشال واقع مريض أو لمعالجة حالة. نعم. إذن موضوع الكهرباء في العراق هو موضوع متشعب. طيب أستاذ سحبان، يعني في هذا المفصل تحديدا، ما الذي يمنع من الناحية التقنية البدء بإصلاح قطاع الكهرباء في العراق؟ ما الذي يعوق ذلك صراحة؟ الوضع السياسي المضطرب المشوه في العراق وما تفرضه إدارة الأحزاب السياسية على واقع عمل المنشآت التي لها علاقة بحياة المواطن اليومية هي التي تمنع التدخل التقني لفض المشكلة بالكامل. هناك مشهد سياسي مضطرب أثر على كل القطاعات وليس قطاع الكهرباء. نعم. ولهذا ترى أنه العراق أصبح دولة رخوة فقدت بها إمكانيات الدولة التي تتمكن من الإصلاح والبناء والإعمار. طيب أستاذ سحبان، أريد استشارتكم في معلومة ربما تكون دقيقة أو غير دقيقة. الكهرباء في العراق هي ربط دائري، حيث أن أي خلل في إحدى المحطات الكبرى يؤثر على باقي مناطق العراق. ما دقة هذه المعلومة؟ هل هي صحيحة؟ الشبكة الوطنية العراقية شبكة مترامية الأطراف. نعم. من الزاخو من زاخو إلى الفوق فيها مئات محطات التحويل الثانوية وآلاف محطات التوزيع الثانوية ومئات محطات التوليد بأنواعه. عند خروج أي جزء من هذه المنظومة هناك طقوس تشغيلية يقوم بها المشغل الكهربائي في مركز السيطرة الوطني. نعم. لمعالجة هذا الخلل. من هذه الطقوس عزل المناطق المتضررة وتعويضها ببدائل. من هذه البدائل تحويل التشغيل بخطوط أخرى مغذية، أو هناك فلسفة التوليد الموقعي. نعم. حيث تضع في كثير من بلدان العالم إدارات قطاع الكهرباء تضع مولدات موقعية في حالة حدوث أي انطفاء بالخطوط المغذية للمنطقة، تقوم هذه الإدارة بالتشغيل السريع لهذه المولدات ولحين إصلاح الخلل الذي أدى إلى انفصال وعزل المنطقة. طيب. فلا توجد كما أعتقد. نعم. قدرات لتوليد موقعي في كثير من المناطق التي فصلت عن التبنية. أستاذ سحبان، وزارة الكهرباء بعد عام 2003 حسب الإحصائيات المنشورة هناك صرف ما يقارب من أكثر من 80 مليار
دولار على قطاع الكهرباء ولكن دون فائدة. ولكن هنا كم تكلف توليد 100 ألف كم يكلف توليد 1000 ميجاوات؟ هل صحيح تكلف مليار دولار على كل 1000 ميجاوات؟ هل هذا صحيح؟ أخي الكريم، الكهرباء منظومة، نعم، لا تعمل إلا بوجود نظام. 81 مليار دولار التي صرفت على قطاع الكهرباء في سنوات بعد الاحتلال الهاشمي 2003، هذا على الظروف والقياسات الموجودة الآن في الدولة الرقبة في العراق مبلغ متواضع. تسألني لماذا تصف هذا المبلغ الكبير بالمبلغ المتواضع؟ هناك سنويا يذهب إلى إيران ما يعادل مليارين دولار لتسديد فاتورة الكهرباء المستوردة من إيران، وكذلك قسمة من الوقود كالغاز اللي يشغل به محطات التوليد داخل العراق. طيب، هذه المليارين دولار كما ذكرت تكفي لإنشاء محطة بسعة 2000 ميجاوات. إذا حسبنا لكل مليون دولار 1 ميجاوات من النوع الممتاز الحراري مع الشبكة مع البنية التحتية للمحطة، إذا هناك خسارة سنوية لألفين ميجاوات. طيب، تدفع تسدد من الخزينة العراقية إلى إيران، وطبعا إيران التي نستورد من الكهرباء مواصفات الكهرباء ليس ضمن القياسات والمواصفات العالمية. هناك تذبذب وهناك ضعف الفردية، وهذا ما يؤثر على أجهزة المواطن. طيب أستاذ سحبان، هل تعتقد أن الطواقم الهندسية الموجودة حاليا في العراق يعني قادرة على حل مشكلة الكهرباء كما جرى التدمير على شبكة الكهرباء بعد عام 91؟ نعم. العراقي مجرب، المهندس والفني العراقي مجرب في ساحات البناء والإعمار، وكان هذا الموضوع شاهد عندما كان واقفا في ساحة الإعمار بعد وقف إطلاق النار عام 1991 في حرب الخليج الثانية. طيب، كما يسمونها حرب الخليج الثانية، دمرت المنظومة الكهربائية في حينها، وحسب الجرد والمعاينة من قبل المختصين قدرت الأضرار ب 90% من مكونات الشبكة الوطنية العراقية على أثر تنفيذ العدوان الأمريكي ل 250 غارة صاروخية وجوية. إذن دمار 90% من سعة مؤسسة عام 1990 بحدود 11 ألف ميجاوات استطاع المهندس العراقي والفني العراقي بإسناد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من إعادة 8400 ميجاوات، وكان في حين عام 91 النقص بحدود 27% من الحاجة المطلوبة للاستهلاك الداخلي، ما يثير السخرية أنه هناك كثير من الأصوات التي يشاهدها على الفضائيات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذين تقمصوا شخصية أدسون. طيب، ينظرون بما يشاؤون، يطرحون نظريات ويطرحون معالجات ويتركون ذوي الاختصاص والمهنيين. على ذكر المعالجات أستاذ سحبان، آسف للمقاطعة جدا أعتذر، ولكن على ذكر المعالجات،
ما هي الحلول لإعادة التيار الكهربائي قبل عام 2003، حيث كانت هناك برمجة ساعتين في الصباح وساعتين في المساء، لكن هنا ما على الدولة أن تعمله الآن من أجل إعادة التيار الكهربائي ببرمجة قطع ساعتين بالنهار وساعتين في الليل بعجالة لو سمحتم؟ أنا في بداية الحديث ذكرت أنه موضوع الكهرباء ومعضلات الكهرباء متعددة الجوانب، إشكالية بالحقيقة كغليطة كخيوط العنكبوت، فتحتاج إلى هيئة مقتدرة لتنظيم عمل القطاع بالكامل، ابتداء من إنتاج الطاقة وإلى نقلها وإلى تحويلها وإلى السيطرة عليها وإلى التوزيع. إذن المنظومة متكاملة، ولكن تحتاج إلى إدارة حكيمة وإرادة وطنية ودعم تقني لا أكثر. عبر سكايب من عمان المهندس الاستشاري في قطاع الكهرباء المهندس سحبان فيصل محجوب، شكرا جزيلا لكم.